اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في برنامج اخبار البلاد. اليوم كالعاده حيكون عندنا اخبار محليه للبلاد، حيكون عندنا فقره خاصه عن مدينه هون، ومن ثم حيكون عندنا فقره خاصه بالحوالات المصرفيه وازمه السيوله الموجوده في ليبيا، شنو سببها وكيف ممكن نعالجوها، لماذا الحوالات المصرفيه تفتح وتقفل، وهل هناك ازمه تضخم كيف ما نحن شايفين. نستهل حلقتنا بسم الله بأول فقرات وهي عن أخبار البلديات. أعلنت بلدية سبها استمرار الحملة التي تقوم بها لحصر العمالة الوافدة بعد تشكيل لجنة لها برئاسة أبو سيف لحول عضو المجلس البلدي، وقال مدير مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية إن الحملة تهدف إلى تنظيم وحصر العمالة الوافدة الموجودين في مدينة سبها بقاعدة بيانات عبر نموذج معد من قبل اللجنة، وبعد هيك يتم تسجيل في المكاتب المجالس المحلية بالمحلات في المدينة كل وافد حسب مكان إقامته في المحلة. وأضاف بن سلمة أن اللجنة التي شكلتها البلدية تتكون من الحرس البلدي والأجهزة الأمنية، كما ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية ضد كل حد لم يقم بالتسجيل. ننتقل أول للخبر الثاني. قسم المعلومات والتوثيق بمستشفى مصراتة مركزي الإحصائية أطلقت إحصائية خاصة للحالات والتي استقبلتها خلال شهر يونيو، واللي بلغت 2400 حالة، وبلغ عدد المرضى الذين ذكرتهم الإحصائية 1594 مريض بالأقسام الأمراض العامة بقسم الأمراض العامة، بينهم 18 مريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و40 مريض تحت الملاحظة، بالإضافة إلى 103 آخرين في العناية الفائقة. وقال المستشفى في بيان صادر عنه في عبر موقعه الإلكتروني الثلاث أنه استقبل أيضا 329 طفل مريض و219 حالة بقسم الباطنية و290 حالة بقسم الجراحة و13 حالة بقسم المسالك و249 حالة بقسم حديثي الولادة و312 حالة بقسم العظام، بالإضافة إلى تقريبا 19 مريض بقسم العيون. وأشارت الإحصائية إلى أن 1396 مريض تم إيواءهم هم من داخل المدينة و188 من خارجها، وأن عدد الأجانب الذين تم إيواءهم هم 30 أجنبيا في إحصائية الأمراض العامة، فيما استقبل قسم الأمراض النساء والولادة 807 حالات إيواء. نتمنى لهم كلهم جميعا الشفاء العاجل إن شاء الله. عقد اجتماع بين لجنة التواصل بين عمداء بلديات الجبل وباطن الجبل وعمداء بلديات وشفانة والزاوية، وذلك تنفيذاً للاجتماع الخامس لعمداء البلديات مع عمداء بلديات الساحل الغربي وطوق طرابلس، حيث تم التوصل إلى مجموعة من المبادئ التي اتفق عليها المجتمعون، والتي كان من أبرزها ضرورة وضع حل يؤمن مصلحة الطرفين ومصلحة الوطن أولاً، والاتفاق على مبدأ الصلح والقبول به على أساس صحيح ينهي المشكلة. واتفق الحاضرون على نبذ استخدام القوة وإنهاء الحرب وتوجيه وسائل الإعلام توجيها إيجابيا في المصالحة الوطنية وتشكيل لجان مصالحة للمتابعة ووضع حل للمشاكل العالقة كالمفقودين والسجناء. ومعنا مداخل، لا خلوا المداخلة بعد شوية إن شاء الله. معنا مداخلة من الصحفي بشير برول. نعم أختي الكريمة، أسعد الله أوقاتكم وطيبها. طبعا ألو. أيوه نستمع إليك. نعم نسمع فيك. طبعا هذه مراسلتي ستكون من بلدية الجفرة، ونحن نعلم أن بلدية الجفرة تضم خمس مناطق، هي هون سوكرا والدان وزلة والفقهة، وطبعا بالتحديد ستكون هذه المداخلة فيما يخص المشاكل التي أو المشاكل تحديدا في المشاكل الصحية
او النقص الحاد في بعض الادويه والتطعيمات اللي في منطقه الجفره، وخاصه فيما يخص زي ما قلنا التطعيمات اللي تتعلق بالديفتاريا وشلل الاطفال ونحو ذلك، اضافه الى النقص الحاد والشديد في ادويه الضغط والسكر، بالاضافه الى ادويه الاعصاب. وان كان الحقيقه يعني قسم الكلى الوحيد الذي يعد ممكن افضل الاقسام اللي يشتغل بكل طاقته، وكانت اجهزته يعني نسبيا جديده. اما مرض الصدريه ايضا حتى هي تحتاج الى ادويه ويحتاج الى العديد من الاطباء المتخصصين، بالاضافه الى النقص الشديد فيما يخص الادويه العامه والمستلزمات الطبيه. طيب بالاضافه الى ان هناك نقص في العناصر الطبيه والعناصر الطبيه المساعده، وخاصه فيما يتعلق بقسم الولاده. ونحن نعلم ان منطقه الجفره زي ما قلنا هي منطقه تعتبر منطقه امنه، ياوي وينزح اليها العديد من الليبيين نتيجه المشاكل اللي نحن نعلم في سواء كان في منطقه سرت او في المناطق المجاوره لها. والحقيقه كل هذا سبب مشاكل كبيره للمنطقه، في حين ان هناك نقص زي ما قلنا شديد في ما يخص هذه قطاع الصحه يعني. طيب نعم. اذا كان هو في نقص يعني عن الاهالي، يعني كيف قادرين تستقبلوا انتم نازحين؟ كيف قادرين كم تحملوا يعني الضغط هذا؟ يعني مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت الأندية والكشافة والمؤسسات الخيرية هي من يقوم بجمع التبرعات وتقديم يد العون والمساعدة لإخوتنا من المناطق الأخرى يعني. والحقيقة هناك ضنك وتعب شديد للعديد من الناس، خاصة فيما يتعلق بالأمور الصحية زي ما قلنا، سواء كانت في المستشفيات أو في المراكز الصحية. والمنطقة طبعا زي ما قلنا احنا هي تتوسط ليبيا، ويأوي إليها العديد من الناس الحقيقة يعني. فهذا بالتأكيد يسبب زحمة ويسبب مشاكل، سواء كانت هذه المشاكل في الأدوية أو في المستلزمات الطبية اللي تتعلق بتقديم مثل هذه المساعدة. طيب بالنسبة للإيواء، كيف قادرين أنكم يعني تسكنوا الناس اللي جايين كمضمة من يعني مناطق الاشتباكات؟ الحقيقة يعني فيه طبعا هناك العديد من الناس تأوي بعض الأسر، ونتيجة طبعا قرب المنطقة لبعضها، فبالتأكيد العلاقات الاجتماعية هذه بالدرجة الأولى، هذه واحد. الأشياء الثانية زي ما قلت لك طبعا في بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية هي من يقوم بتأمين العديد من الأماكن لإيواء يعني إخوتنا الليبيين من المناطق اللي فيها مشاكل واشتباكات أحيانا. طيب يعني هل في نشاطات مثلا تقوم بها منظمات المجتمع المدني في منطقة هون، ولا ما فيش يعني في الوقت الحالي؟ بدأ الاستعداد يعني المبدئي أو فيما يخص مهرجان الخريف في دورة 20، وهذه طبعا من أبرز ما يتعلق بهذه الأنشطة. ولابد يعرف العديد من الليبيين أن مهرجان الخريف اللي يقام سنويا في فصل الخريف سيكون في دورة 20، وهذه الدورة بالتأكيد حتكون مميزة أو متميزة، وبالتأكيد حتكون إن شاء الله بذات طابع مميز، وحتكون فيه العديد من المشاركات، وحتكون يعني فيها شيء من لم الشمل لكل الليبيين. هذه شنو النشاطات اللي في في المهرجان استاذ بشير؟ شنو النشاطات الموجوده في المهرجان؟ شنو يقدم فيه المهرجان؟
طبعا المهرجان يتعلق بالمحافظة على الموروث والتجذيرة، ويتعلق أيضا بما يخص إبراز نشاطات الشباب، سواء كان فيما يعني معارض أو بعض الأنشطة والبرامج اللي الثقافية. هذه البرامج تكون يعني من أو طبيعتها يكون فيها الأمسيات والندوات بالإضافة إلى السهرات وأيضا المسرح. يستمر هذا المهرجان لمدة 3 أيام، هذا ما جرت العادة عليه، ولكن ربما ستكون هذه الدورة زي ما قلنا متميزة، ربما سيكون لمدة 5 أيام حسب التقديرات أو المبدئية، وإن شاء الله تكون الأوضاع جيدة ونقدر نستقبل فيها الليبيين بالفرح وبالحب وبكل ما يتعلق ب يعني تقديم حياة الليبي الحقيقية بعيدة عن الحزن وبعيدة عن الهم وبعيدة عن كل ما ينغص أو يعكر صفو علاقة الليبيين بعضهم. زي ما قلنا حتكون لما تشمل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نتابعوا مهرجان خريف اللي مستمر له 20 سنة. شكرا لك أستاذ بشير برول الصحفي من مدينة هون. نشوفوا مع بعضنا مشاهدينا لقاء مصور مع الدكتور عواد القويري عضو عن المجلس البلدي بنغازي بخصوص أزمة المرتبات في الموظفين بالمجلس. نحن وجدنا تركة من المجلس المحلي وجود أكثر من 400 أو 500 شاب مديروا لهم عقود عمل وهم ما يشتغلوش. طبعا لما جينا في تقييم لهم للمجلس البلدي اللي بنستفيد منهم بدل ما نعينوا نحن نستفيد منهم لا، لقينا 10% اللي ممكن الاستفادة منهم بس. لو نقول لك الآن عندنا أكثر من 60 شخص دارين عقود مع المجلس المحلي ومحسوبين على المجلس البلدي الآن وعلى وزارة الحكم المحلي وراقدين في حشانهم، ولهم أكثر من 6 سنوات راقدين في حشانهم. تعالي تو هذا قول يا تعالي اشتغل، يقول لك لا ما اشتغلش، وخاصة العنصر النسائي، وهذه مشكلة كبيرة نعانوا فيها مع العنصر النسائي. العنصر النسائي كان يتجوزت زوجها خلاص، يعني نقول لك أكثر من 60% من العاملات في الدولة الليبية، نقول لك أكثر من 60% يعني معناها فيه حوالي 30% عنصر كويس، لكن أكثر من 60% من العنصر النسائي المتزوج خصوصا في الدولة الليبية الآن وفي الملاك الوظيفي الليبي هو عمالة يعني بطالة مقنعة، بطالة ما يشتغلش ما تعطيش معدل الأداء تاعهن صفر، ونقولها صفر بكل ما تحمل هذه الكلمة المعنى. وإذا كان كلمتيها تعال تتحجج بأولادها وزوجها يقول لك لا وإن الظروف الاجتماعية وما إلى ذلك، ونحن مشكلة الظروف الاجتماعية عندنا مشكلة كبيرة جدا. يجب العمل على تغيير هذه الثقافة بإعادة تنظيم الملاك الوظيفي والملاك الإداري بتاعنا، تشجيع القطاع الخاص على أساس إنه يخف الضغط على الملاك الوظيفي للدولة، التقييم الصحيح، وضع معايير للناس القياديين، ما نجيبش نحطه وخلاص لا ليش حطيت فلان، لأن عندما نصل إلى هذا المستوى حتشوفي أن ثقافة العمل حتعود إلى وضعها الطبيعي، وخاصة نحن مسلمين ونتأثر جدا بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما نقول أن العمل عبادة، ولما نقول راه المرتب اللي تأخذه وانت راقد في الحوش راه لا يجوز لك، راه يدخل في الحرام، وأيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الثقافة لو رسخناها حتساعدنا جدا في ترسيخ ثقافة العمل والأداء. أزمة السيولة اللي تعاني منها المصارف التجارية والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات مما أدى إلى التضخم، ومصرف ليبيا المركزي الذي يفترض أن يكون له سلطة مالية مستقلة تحتفظ وتدير أموال كل الليبيين، فالوضع خطير الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي وضع خطير جدا، تدني مستوى الأداء المهني والعلمي لإدارة الأدوات السياسية والمالية وكل القرارات العشوائية التي تسبب في انهيار اقتصاد الدولة بشكل يجعل الأزمة زائد. معنا في هذه الحلقة السيد عبد الله صالح الزايدي، أهلا بك صحفي اقتصادي. يعني في البداية يعني لما نجي نحكوا على الـ يعني أزمة السيولة في البداية ومما سببتها يعني من تضخم وارتفاع سعر الدولار، يعني كيف تحكي لنا يعني باختصار كيف ممكن تنحل الأزمة هذه؟
هي باختصار تنحل كل الأزمات تحل باختفاء وجود مسببات هذه الأزمة. طبعا الأزمة مركبة الواقع من سنوات طويلة، الاعتماد الكامل على النفط. ليبيا طبعا معتمدة بشكل كامل على النفط، ومعتمدين في حياتنا على التجارة الخارجية على الاستيراد. فعندما توقف النفط أصبح في حاجز كبير جدا في الإيفاء بالتزامات الدول أمام المرتبات. وطبعا احنا عارفين ان غالب الليبيين، هم الغالب الاعظم من الليبيين يتقاضى في مرتبات من الدوله، يعيشوا على مرتبات الدوله، على الموظفين، على الوظيفه. وهذا طبعا ادى الواقع غياب صادرات النفط ادت الى كل تقريبا المشاكل اللي احنا قاعدين نعاني فيها. هذا التراكم، التراكم طبعا لسنوات طويله ما كانش فيها استغلال حقيقي لتحويل النفط الى وضع انتاجي. حتى الثقافه العامه ايضا كانت متجهه الى الوظيفه اكثر من العمل الحرفي والعمل الانتاجي والمهني. وهذا طبعا ادى بشكل كبير الى اعتماد على النفط. النفط عندما توقف فاصبح هناك مشكله في توفير موارد للموارد الدوله. مشكله اخرى اللي هي الثقه ما بين المصارف وما بين المودع. طبعا مجموعه طبعا من السنوات الاخيره مشاكل تكون امنيه، سرية المعلومات، هناك عوامل كثيرة أدت إلى الحجاب وانعدام الثقة ما بين المودع وما بين المصرف. للأسف الشديد طبعا هذا يؤدي إلى أن الأموال لا تذهب إلى المصارف وتدور في السوق خارج المؤسسة المصرفية. وهذا طبعا يؤدي في بشكل كبير في أزمة أيضا وجود إيفاء باستحقاق المرتبات الشهرية لغالب الليبيين. طبعا غالب الليبيين، وهذا طبعا ادى بشكل كبير الى ازمه نشوف فيها اللي هي ازمه الطوابير امام المصارف. الناس طبعا تقعد اكثر من شهر ما تقضاش مرتباتها، وهذا طبعا هي بشكل عام اللي نشوف فيه اليوم هو سبب رئيسي الاعتماد الكامل على النفط ومشكله الثقه ما بين المصرف وما بين المودع. نعم. معنا على الهاتف استاذ رمزي الاغا من مصرف ليبيا المركزي. اهلا بك استاذ رمزي. استاذ رمزي، حضرتك يعني في اخر اجتماعاتكم كان عندكم استثناءات حول الحوالات المصرفيه ويعني موضوع ازمه السيوله، نحن عارفين المشكله. نبغى نعرف بس اخر يعني اجتماعاتكم، اخر قراراتكم شنو؟ اولا احنا طبعا بخصوص موضوع الحوالات خاصة حوالات الوسترن والمونيغرام، يعني حاولنا وجهنا المصارف التجارية عن طريق مدير عام جناح الرقابة بوضع معايير يعني لغرض تنفيذ الحوالات. ألو تسمع فينا؟ اسمع فيك. لاستخدام يعني لتوفير أولا تغطية الحوالات اللي هي الخاصة بالمونيغرام للأطقم الطبية الموجودة حاليا في المستشفيات التي تعاني بعدم التحويل بالإضافة إلى عدم وجود سيولة. ثانيا يعني مصرف واحدة بادئ في إجراءات سليمة بخصوص ما حيكون عن طريق الحساب الجاري للمصارف بخصوص الحوالات، ولكن نتيجة لعدم يعني حتى ثقافة المواطن صاحب الحساب أصبح يبيع في حصات الحوالة خارج المصرف، بما سبب إرباك يعني بصراحة يعني قدام مصارف تجارية ووجود تجار العملة الأجنبية قدام مصارف تجارية وقيام بعملية شراء الحوالات عن طريق السوق السوداء. يعني في قرار تقريبا المصرف من محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري قال أنه يتم إغراق السوق يعني عشان يحلوا أزمة التضخم وأزمة يعني نقص العملة الصعبة، يتم إغراق السوق بالعملة الصعبة. لا 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 أعتقد أن هذا القرار هذا وان في نفي تاما. أولا كونك أنت تغرق يعني مصارف تجارية بالعملة الأجنبية لتوفير الأزمة لتوفير الأجنبية فهذه كانت قضية أخرى يعني. يعني فأزمة السيولة هي طبعا نتيجة موروث ثقافي موروث لدى المصارف التجارية، لأن الدينار لا يذهب إلى المصرف إلا في شكلين، يا مرتبات يا إيداعات نقدية لغرض فتح اعتمادات أو حوالات، أو بمعنى آخر الدينار الليبي يطارد الدولار في المصارف التجارية. لكن عدم وجود أوعية ادخارية وقنوات استثماريه تتيح للمواطن ان يستثمر
من ضمن قانون الذي صدر عن المؤتمر العام الخاص بإلغاء الفائدة، هذا طبعا سبب يعني خسارة كبيرة للمسار التجارية. لكن عدم نجاح حتى المسار التجارية. ألو أيوة. أستاذ رمزي خليك معنا، ناخذ فاصل ونرجع لك. مشاهدينا من جديد في حلقة حول أزمة السيولة، الحوالات المصرفية والتضخم، إلى أين؟ وين مشيت بينا في البلاد؟ معنا على الهاتف أستاذ رمزي الأغا، أهلا بك. أيوة. نحن كنا نحكو على الحوالات المصرفية ومشكلة يعني الدولار ويعني اصطفاف الناس على المصارف، وفي أكيد من يستغل في وضع وجود الحوالات المصرفية ويستغل فيها. فكيف يعني شنو الإجراءات اللي تتبعوا فيها بحيث أنكم تنقصوا أو تحدوا من المشكلة هذه؟ هو طبعا قام مركز طرابلس بتصميم منظومة عن طريق يتم إدخال اسم المستفيد واسم المستفيد من حوالة وعن طريق الرقم الوطني، واعتبرها بخطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارنا يتم تنفيذ المخصص اللي هو 5000 دولار يعني عن طريق الحوالات عن طريق البطاقات الفيزا. 5000 دولار لكل شخص. 5000 دولار لكل شخص. لكل شخص حسب المنشور الأخير يعني. لمدة كم؟ لمدة سنة؟ أستاذ رمزي. عدم تكرار الحوالات ما بين المصارف التجارية. واعتقد انها هي خطوه جيده. 5000 دولار في الحواله استاذ رمزي. استاذ رمزي استاذ رمزي 5000 دولار في الحواله ولا في مده سنه او شهر؟ لا سنه. في السنه كامله. اوكي سنه. ايوه طبعا هي ياخذها مثلا يا حوالات سريعه يا عن طريق البطاقات الالكترونيه. لكن هناك نوع اخر من الحوالات هي الحوالات الدراسه والحوالات الغرض العلاج، وهذه يجب ان يكون لها شان كبير باعتبار نحن المواطن يعاني من تردي الخدمات الصحيه نتيجه ظروف الحرب، وبالتالي هو طبيعي انه يريد ان يلجا الى الخارج. ولكن سعر الدولار والذي وصل السوق الموازي 5 دينار هذا حيكون موضوع يعني حيجعله عاجزا. لكن يجب ان يكون يعني من خلال المصرف المركزي في طرابلس يقوم ب او عن طريق المسار التجاري التشكيلي جان لغرض العلاج وتحديد سقف للحوارة، بالإضافة إلى مصاريف الدراسة يعني. طيب يعني الدولار الآن 5 دينار، يعني في نظرتك أستاذ رمزي هل ممكن أنه يزيد أخرى؟ والله طالما المصارف عاجزة عن تنفيذ طلبات التجار من اعتمادات ومستندات الصحفي، فأصبح المسيطر على السوق الموازي للعملة الأجنبية هو السوق السوداء.
لكن طبعا في ظل حتى يعني حسب علم لنا يتم فتح اعتمادات لبعض التجار للسلع الاساسيه، ولكن لغياب دور الرقابه الفعليه على الاسعار في المحلات والاسواق والذي يجعل يعني بعض التجار يعني وليس اعمم هنا يبيع بسعر السوق الموازي، يعني هو يفتح اعتماد بالدينار ونصف ويبيع السلعه على اساس انها 5 دينار، وبالتالي هو بهذه الطريقه يساهم في تأزيم مشكله السيوله في 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 المصارف. خليك معي استاذ رمزي، معي استاذ عبد الله، يعني شن تعليقك على يعني في حوالات ولكن مخصصه الان للاطقم الطبيه وللعلاج، ولكن برضو يعني لا يخلو الامر يعني من هو امام الظرف اللي مر به المصرف المركزي ومر به البلد، يعني ما هو متوفر ايضا عندهم، ما فيش امامهم الا مثل هذه الحلول لحل مشاكل المواطنين، ولكن هذا حيزيد في الدراسه يعني او في العلاج او في غيرها يعني، لكن ليس يعني هي معالجات يعني، انت ما تتكلميش الان على حلول استراتيجيه وعلى حلول حقيقيه، لان هذا متعلق ب عمل كبير، ازمات صغيره وكل ازمه علاجها، نعم ازمات كل حاجه لها علاج وكذا، وايضا توقف النفط بشكل كبير، طبعا ايرادات الدوله متوقفه تماما بالنسبه للدولار، اشياء بسيطه لا تذكر، هذا كله طبعا، فهم امامهم مصافي بالمركز الان ما يقوموا به معالجات، هو هذا يعني ما في امكانياتهم لحل مشاكل علاج او دراسه او غيره بالنسبه للمواطنين، واتمنى ان يستفاد منها. المشكله هي تقع وين؟ تقع في بيع الحوالات، تقع في اختراقات تذهب الى اسعار، نعم هذا يصب في السوق السوداء، والسوق السوداء ضد المواطن، هذا طبعا للاسف الشديد هذه الخروقات هي اللي طيب حملات مثلا يعني نوقف شراء الدولار، هل أكثر شوية ولا ما لهاش هيك؟ لا هو تبدير حملة، لكن الدولار الحملة صعبة ومهمة جدا، الدولار مهم جدا، هل تكفي الحملات لغل يد السوق السوداء في تلاعب بأسعار الدولار؟ أعتقد أن هذا يعني هو نوع من الطلب ومن الاستجداء أو من الترجي وليس حلا. الحل طبعا هو عندما يكون هناك توفر كبير لعودة العملة الصعبة وتدفقاتها بالشكل الطبيعي، عودة الثقة لأن المودع والمصرف، هذه عندما تكون هناك هذه طبعا أنت أستاذة طبعا مشاهدين عارفين أنها معتمدة بشكل كبير على حل المشاكل بشكل عام يعني، لكن برضه ما يقوم به الآن مصرف ليبيا المركزي هي معالجات، هو بارك الله فيه يعني هذا ما في إمكانه، هذه قدرته، ويعني هذا اللي يقدر يديره لحل مشاكل مواطنين في علاج وفي صحة. مشكلة تقع وين؟ تقع في عندما يتم التلاعب بهذه العمليات وتذهب إلى السوق السوداء وتم استغلالها، الاستغلال هذا طبعا بالتأكيد بيؤدي إلى ارتفاع الدولار أكثر من هيك، كنا نصل إلى معدلات حتى أكثر من 5%، هذا شيء مرعب، لكن هذه حقيقة طبعا هذا كله يدفع إلى التضخم ويدفع إلى مشاكل أخرى. الواقع زي ما قلت لك في البداية مشكلتنا الحقيقية هي في اعتمادنا الكامل على النفط، الآن النفط متوقف فسنكون في مشكله، في ازمه حقيقيه يعني، في ازمه حقيقيه نتيجه توقف ايراد هذه الدوله من صادراتها، مصادرها الوحيد اللي هو النفط، ما عندناش صادرات اخرى، لا صناعه ولا كذا، فما عندناش الا صادرات النفط، واعتمادنا على النفط الان هو اللي خلانا نعاني من هذه الحاجه يعني. لو توفر العمله الصعبه في المصارف، في حاجه سوف موقف ائتماني مثلا التجار انفسهم احيانا، لانه هو طبعا يبي وتوفر عنصر الثقه، التاجر نفسه دائما يفضل انه يودع امواله في المصارف، لانه لما بيطلب تسهيلات او بيطلب اعتمادات او كذا بيكون موقفه قوي. لكن هو الان الدولار مش بالكميات اللي هي وثقة مش موجودة، هذا ينعش السوق السوداء، السوق الموازية تنتعش، وهذه هي المشكلة. هذا سبب الأزمة. أستاذ رمزي معنا؟ نعم. بالنسبة لأزمة السيولة، يعني هل نقول أن هي انتهت تقريبا أزمة السيولة أو لا؟ لا لم تنتهي. أكيد طبعا نحن هي لها عبارة عن خففنا من حدة الأزمة يعني. لكن تظل مستمرة في عدم وجود إيداعات للتجار ورجوع الثقة بالانقطاع المصرفي، ولكن في الورشة التي قام بها المصرفي الماضي في هذا الأسبوع في ملاحظة الفائت،
قمنا بضمان إيداعات المصارف، بضمان إيداعات التجار من خلال حيكون في فتح حسابات لدى المصرف المركزي خاصة بالتجار، كبار التجار، ولضمان سرية المعلومات. الطلب في أي لحظة كان بإمكان التاجر أن يودع في الصباح أو يصبح حتى في نهاية الدوام. يعني هذه قدمنا ضمانات وتم تخصيص المضخمة. نرجو من الله أن يتم يوفقنا بإرجاع جزء من هذه الثقة، ولكن هناك خطوات أخرى من شأنها حتكون في تحسين. هي طبعا السعي المتابعة في المسار التجارية، قد طلبنا ما تم تقديمه من خدمات تفريغ الخدمات الإلكترونية. الآن الحمد لله مصر الواحدة قد بدأ فعليا في بعض الأسواق بنشر نقاط البيع. كذلك المصرف التجاري قد قام بنشر بعض نقاط البيع، وهذه تجارب تكون ناجحة بإذن الله. إصدار بطاقات، هذه يجب أن يتم تسويق لهذه الثقافة، وهذه ثقافة تدل على التطور وليس التخلف. يعني النقود الورقية في أوروبا انتهت يعني تقريبا. يعني ممكن الإنسان أنه يشتري من خلال الإنترنت يعني في القريب العاجل، ممكن يعني من خلال أجهزة يعني يفتح مجال للسوق. طبعا أعتقد طبعا عن طريق مواقع الأمازون وكذا موجودة لكن بالدولار. لكن أنا نقصد الأسواق، مثلا أسواق كبيرة للبيع موضوعية تسوق. أي بس محتاج برضو الإنترنت يعني بش عشان تقدر تدفع إلكتروني لازم يكون موصول بالإنترنت. لا أوكي، بدأ فعليا تشتغل حاليا في سوق الزيتون. مصرف الوحدة قد قام بتركيب نقاط بيع، وقد توصلنا مع صاحب السوق وأكد لنا أن العملية ماشية بشكل يسر، وأن في إقبال عليها. كذلك في إقبال على مصرف الوحدة بإصدار بطاقات إلكترونية من هذا النوع، وهي لها حل يعني شأن كبير، ونتمنى أن يتم تسويقها في معظم المحلات والصيدليات وجميع. وهل مصار اغلب المصارف يعني يحضن حدو نفس مصرف الوحدة، ولا مش مفروض يكون قرار على جميع المصارف انه يستخدم البنية التقنية للمصارف الجميع تمكنها من ذلك؟ يعني على سبيل المثال مصر جهة ثانية قادر ولديه نقاط بيع، مصرف الامان قادر، الجمهورية قادر، يعني 90% من المصارف الجميع قادر على نشر نقاط بيع وتسويق لها. أستاذ عبد الله، شنو تعليقك على يعني استخدام جديد بدل نقديا نستخدم الكروت؟ والله هو طبعا هذا حل جيد وكان مفترض هو من فترة طويلة يكون مطبق، لكن طبعا مش في يوم وليلة. عفوا، مش في يوم وليلة نقدر نفعله نقاط البيع. أيضا ما يعرف بالمبالغ بسيطة، تعبي مثلا بال 50 جنيه أو بال 100 جنيه. تفضل. يعني ممكن انه هو يستخدم، يعني ما فيش خوف ان الانسان يعني ممكن انه يتعرض للاستغلال، يخاف من الشيء هذا او لا؟ طبعا في ثقافه الكاش هذه موجوده، لازم يكون الجيب مليان يعني. انا ضروري خش معه في محفظه او في خلوك تريح شويه. استاذ رمزي معنا. نعم. بالنسبة يعني هل المواطن الليبي حيتعامل بالكارت بكل ثقة وأريحية، ولا يجد خايف يعني من يعني استخدامه؟ هو طبعا الأساس هو أصلا يتعامل به، يعني أنت عارف لما اختفت العملة الورقية بالدولار في المصارف التجارية أصبح توجه كله للبطاقات الإلكترونية الماستر والفيزا، وبدأ يستخدم فيها في سفره ومشترياته الجميع. لكن هي طبعا هي ليس هي ثقافة تدل على التطور يعني، وهي أكثر أمانا، ونفس الوقت لا يوجد فيها أي خطر من ناحية ريسك، لا يوجد فيها ريسك إلا شيء واحد اللي هو يعني البطاقة. أنه يكتب مثلا على سبيل المثال في اللي يأخذ البطاقة بتاعه ويحط عليها الباسورد بتاعه الرقم السري، وهذا طبعا مسؤولية الشخص طبعا. لكن هي بالعكس هي أداة جيدة، أداة لنقل أموال ممتازة جدا للشراء والتسوق. تتيح لك يعني مثلا خلينا نحكم بالعام، يعني مثلا واحد حاط في جيبه 20 جنيه وماشي المحل بياخذ يعني سلعة أخرى وكلموها أنا بتكون فرجيك البطاقة. هي طبعا يعني حل أكيد أفضل من الكاش أنت محتاج في جيبك، لكن البطاقة هي تربطك بحسابك، وهذا حتجعل المواطن
دائما يحفظ الضمونه في حسابه، او حتى لو ضاعت البطاقه بامكانه اتصال برقم معين راح يتم الغاء فورا يعني. المدفوعات الالكترونيه طبعا هي ثقافه المفترض يعني كنا من زمان ان احنا يعني نتعامل بها. الناس متقبله يعني ما نقدرش نقولوا بان الناس مش متقبله لعمليه المدفوعات الالكترونيه بنسب جيده، يعني ما نقدرش نقول لك 100% بنسب جيده، وكان في اقبال الفتره الاخيره من قبل حدوث الازمه كان حتى في سؤال من ولكن الناس، ولكن كانت زي الكاش بوينت يعني مثلا تدفع فيها الكارت يطلع لك كاش، لكن ما فيش تعامل مثلا بالكارت للسوبر ماركت، ما فيش تعامل بالكارت للمحل مثلا تشتري اثاث بالكارت، يعني هذا هو يعني هذا كان مش موجود. هذا طبعا يحتاج طبعا الى بنيه معلوماتيه بالنسبه لي طبعا قويه جدا، وايضا يحتاج الى توفر اتصالات جيده وتوفر يعني شبكات انترنت محتاج يعني محتاج هو شبكه طبعا، وحتى الاقال يعني حتى تشتغل بطريقه الاقال عادي يعني مش مشكله، المهم توفر بنا اتصالات جيده. المصارف منذ فتره طويله يعني انا اتابع المصارف منذ فتره طويله، المصارف مهتمه جدا بتطوير بناها وربطها في شبكات. مصرف التجاره والتنميه حقيقه كان سباق وكان عنده تجربه جيده، مصرف الوحده ايضا كان عنده تجربه جيده، مصرف الجمهوريه دافع اشواط مهمه جدا في هال في هال في هالمجال، الصحاري ايضا بعد الشراكه مع بالضربة قطع حتى هو شوط مهم جدا في هذا المجال. هو ما نحتاج الان فعلا الى تحويل فعلا معاملات الى معاملات المدفوعات الالكترونيه بديل على الكاش، يعني حتى اصبح العالم كله الان يتعامل، يعني تخيل انت بتخش مثلا تشري بتعامل بالكارت، هو افضل بكثير جدا من انك تشيل معك يعني مبلغ باش اشكاله سوداء ضروري طبعا. فهذه هي مساله الثقافه بالتراكم تاتي، يعني يجربوها 200,000 بعدين حتى تلقي 5,000 وبعدين حتى تلقي 6,000. يعني هل هي حل يعني لازمه السيوله؟ بالنسبه لازمه السيوله طبعا هي حل، هي مشكله مش مشكله حسابات اللي عندهم، هي مشكله توفر النقد في حد ذاته، وهذا ممكن اللي يؤدي يعني العمله الورقيه هي لا توفر العمله العمله، لكن لما تجد الكتروني خلاص يجد ارقام مجرد تغير من حساب حد لحساب حد. طبعا بكل تاكيد هي يعني عمليات مصرفيه خصم هنا وايداع هنا وتم عمليات تسويات وتمشي، فهي حل مهم جدا يعني يخفف حتى من الاعتماد على المدفوعات النقديه، يعني انك انت تشتري بالفلوس، يعني انت الان تو كان معك كارت ما فيش داعي تراجع المصرف لينزل الفلوس او عندك فلوس بتسحبيها او كذا، تعدي على طول مباشره تشري. طبعا زي ما قلت لك الموضوع مرتبط بغير الثقافه، والثقافه راهو يعني احنا قلنا بس تقديرا، يعني ما عندناش دراسات، يعني ما فيش حد اجرى دراسه وقال اللي بين متقبلين الموضوع او لا باش نكونوا بشكل علمي، يعني ما فيش حد اجرى دراسات، لكن حتى هذا نظره تقديريه، لكن حتى بنظره تقديريه اخرى هناك تقبل من الناس، هناك سؤال كثير لو سالتي اي مدير مصرف يقول لك الناس تسال فعلا علي من فتره قبل الازمه هذه كانت الناس تسال فعلا على حتى علي الفيزا الخارجيه برا يعني الفيزا استخدمت، ولكن في مشكله برضه الحوالات المصرفيه هذه اللي تعاني منها، يعني طبعا هو في مشاكل حتى في ننتقل مع الاستاذ رمزي. استاذ رمزي معي على الخط. بالنسبه يعني اذا كان الشخص عنده كارت يعني ما يقدرش يستخدم اذا كان الكارت هذا فيزا مثلا، ففي مصارف زي مصرف التجاره والتنميه فتح الفيزا فتره ووقفها بسبب وقف ايداع العمله الصعبه من مصرف ليبيا المركزي طرابلس. يعني في السابق كان مصرف ليبيا المركزي مخصص 15 مليار دولار عفوا 15 مليون دولار، والسنه هذه 10 مليون وتم تقسيمها. يعني السبب ايقاف ايداع العمله الصعبه، شنو السبب؟ طبعا هي من ضمن مشكله يعني تحطيها تحت مشكله الاعتمادات والحوالات، ولكن فيما يخص البطاقات الالكترونيه للاسف يعني كان استغلال امثل من 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 اصحاب النفوس المريضه، يعني على سبيل المثال وجد في تركيا شخص على 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 ماكينه اي تي ام ماشين وحامل معه حوالي 400 بطاقه. هذه طبعا هذه الازمه هي اللي سببت المشكله، الناس اللي تبيع في العمله الاجنبيه والسوق السوداء
اسعف التختار باستعمالها. يعني حتى دوا توا يعني حتى لما الوضع يعني شكل يعني حتى المصرف المركزي بلغونا في ناس عندهم يجيو حاملين بطاقات باعداد كبيره. اليوم انا جزء منا على المواطن وجزء منا على الرقابه حتى نفس الشيء الدوله بروحها في المطارات وكذا يجب ان تكون يعني كيف يطلع حوالي 400 بطاقه مع شخص في المطار وتطلع المطار في ليبيا وين الامن وين التفتيش الامور هذه تعلق به. لكن مسؤولية جماعية هذا سبب استنزاف كذلك بالتالي طبعا هو حق صاحبه سياسه من التقليل او من 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 من, من اجراء احتياطيات اكثر. لكن هذا انا ما اعتقد انه انتهت لما تم يعني تخفيض سقف السحب اليومي لحوالي 200 دولار وعن طريق نقاط البيع تالي حدود حوالي 500 دولار هذه يعني قللت بشكل كبير عمليه المتاجره بالبطاقات. شكرا استاذ رمزي وجودك معنا في حلقتنا. واستاذ عبد الله كلمه اخيره. كلمه اخيره طبعا نحن نتمنى اولا توحيد جهود المركزيين في مركز واحد ونتمنى ايضا مركز طرابلس ان يكون ايضا اكثر جديه واكثر احساسا بمسؤوليه ان يكون هناك مصرف واحد بدل هذا الانقسام الذي يضخم المشاكل ومعاناه المواطنين للاسف. ايضا نحن نتمنى ان تستقر البلاد وان تعود صادرات النفط وان يعي الناس بتوظيف حتى عوائد النفط ان توظف في صناعات وان توظف في عمل انتاجي يعود بخير البلاد. شكرا شكرا استاذ عبد الله صالح. في الختام نرجو من الادارات المصرفيه والسياسيه في الدوله ان تضع خطه لحمايه الوطن والمواطن وحماية الدينار الليبي لأن الوضع المادي لليبيا غير سار ولا يبشر بالخير. فلذلك على الكل أن يتحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا. فليبيا في يدكم الآن. مع السلامة.